أبو فيصل من مكة، السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام أبو فيصل، تفضل معك الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ صالح. الله يحييك. أنا عند الوالد سلمك الله مرض من سنة، والآن في رمضان عنده الإدراك يتم، يعني بعض الأحيان يدرك وبعض الأحيان ما يدرك، فعليه كفارة في الصيام ولا وصل الوضع في مثل هذا الحال يا شيخ؟ ويستطيع الصيام؟ هو الآن صحته ما يدرك، يعني أحيانا ما يعرف اللي حوله. أنا أسأله أقول صمت، يقول أيوه صمت، وما هو صايم. إن كان أنه ما يعني ما يدرك ولا يخلط في فكره، هذا ليس عليه صيام. أما إن كان أنه عنده فكره ولكن ضعيف جسمه ولا يستطيع الصيام، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، بارك الله فيكم. بقي شيء من الأسئلة أبو فيصل؟ شكرا، جزاك الله خير. شكرا لك يا حبيبنا.